الكارت التاني بيقول شوية نفسيتك مش قد كده، عايزة تسيب الدنيا وتمشي. أقصد إن أنتي مش عايزة دوشة. ترى إيه الموضوع اللي شاغل بال أيتن لدرجة إن هي عايزة تسيب لنا الدنيا وتمشي؟ في موضوع ما كده أنتي محموقة منه وشوية مرتبط بالماضي مخليكي مش عايزة كلام كتير، مش عايزة دوشة، سيبوني في حالي. أوكي، طول الوقت أنتي مركزة مع الماضي بس، داخلة على مرحلة عزلة بمزاجك الفترة اللي جاية. نصيحة هنا، لو أنتي فعلا هتدخلي مرحلة العزلة ديت، هتحتاجي حد ينور لك الطريق. قبل ما تدخلي العزلة حاولي بقدر الإمكان يكون حواليكي ناس أنتي واثقة فعلا إن هم بيحبوكي وبيخافوا على مصلحتك. تمام؟ ليه؟ لأن وانتي في العزلة اللي هتدخليها الفترة اللي جاية بسبب الماضي أو بسبب مشكلة في الماضي مخلياكي، يعني الكارت أعتقد مفسر شوية، شايفة هو ماشي، يعني هو سايب كاسات الحب كلها واخد عصايته وحاجته وماشي. هو ده انتي، هو ده عقلك الباطن، حتى لو انتي مش بتظهري دوت لأي حد. تسرحي تقعدي مع الماضي، مش عايزه تشوفي قدام، ولما بتقعدي معي خلاص انتي وصلتي لمرحله دلوقتي خلاص عايزه تقعدي لوحدك، مش عايزه تشوفي حد، مش عايزه تتكلمي مع حد، علشان الموضوع يستحق من كتر ما هو مهم جدا في حياتك يستحق العزله دي. طب قبل ما تدخلي العزله دي تاكدي من أرواح طيبة حواليكي بتحبك وبتخاف عليكي، لأن أنت هتكوني بتشر عليكي طبعا، بس من كتر ما أنت بتتألمي من التفكير في الموضوع ده بالذات هتكون روحك مش هشة بتشر عليك، هتكوني تعبانة شوية. أوكي، فهتبقي محتاجة حد ينصحك نصيحة من قلب صادق. فحذيري. اللي انا مستغرباه ان هي فرفوشه جدا وبتحب اللمه حواليها، ان هي تفكر في عزله دي جديده بصراحه.